السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفيديو بتاع النهارده من ابشع ما يكون، فيديو لاب بيعذب ابنه. بس قبل ما ابدا احكي قصه التعذيب، يا ريت تعملوا لايك كتير قوي للفيديو علشان الفيديو يتشاف ويترفع، علشان الأب اللي عذب ابنه ده لسه لغاية دلوقتي الجهات الأمنية ما تعرفش حاجة عن الفيديو ده. اللي حصل في منطقة العاشر من رمضان، ودي منطقة صحراوية جدا، هي في القاهرة، منطقة صحراوية جدا وفيها الشمس فظيعة غير الصيف اللي احنا فيه. الأب حب يعاقب ابنه، راح حطه على التندة بتاعت البلكونة في عز الشمس، وتقريبا كان الولد لابس لبس خفيف جدا، باين من الصور اللي انا هقدمها في الفيديو. والطفل عمال يصرخ جامد جدا ويقول له عشان خاطر يا بابا. انا سمعت الفيديو بنفسي بجد، والله العظيم اتأثرت جدا وتعصبت قوي، لان صراخ الطفل كان شديد قوي ومفيش اي رحمة. الاب ده ما ينفعش نقول عليه اب، علشان ما فيش لحظة فيها قلبه رق وايه اللي انا بعمله في ابني ده. ولو ركزنا كمان في الصورة، الاب معاه طفل تاني عمال في البلكونة بيضرب برضو فيه. احنا بقينا في خطر، خطر جامد جدا والله العظيم، والاطفال اللي معانا دي بقت في خطر جامد جدا. مش عارفة الاهالي اللي جرالها، مش عارفة قسوة القلب دي جبناها منين، اذا كان من الامهات ولا من الابهات. ربنا يحفظنا يا رب. اللي صور الواقعة دي جار ساكن قدامهم، صور الواقعة، بس لغاية دلوقتي الواقعة يعني كنت اتمنى ان هو يتصل بالشرطة. هو طبعا عمل حاجة ايجابية، وانا واثقة ومتأكدة ان الفيديو بتاع اللي هو صوره ده هيطلع ترند ويلف العالم، والناس كتير قوي هتشوفه. ده الاب اللي اتشاف، بس في ابهات كتير قوي بتعمل كده، وفي اهالي كتير قوي بتعمل كده مش متشافة. خلينا نرحم الاولاد من فضلكم، خلينا نرحم عيالنا، خلونا نعيشهم عيشة كويسة، خليهم يستمتعوا بطفولتهم. كده كده لما يكبروا هيشيلوا الهم والمسؤولية، ويعني سيبوهم دلوقتي طيب يتنفسوا. العيال فعلا ما بقتش عارفة تتنفس مع الاهالي اللي بالشكل ده. يا جماعة رفقا رفقا بالاطفال شوية. انا مش هطول اكتر من كده، بس اكيد الفيديو ده هيبقى لي تكملة، لاني لغاية دلوقتي الاب لسه ما اتقبضش عليه. بس ارجوكم تعملوا لايك كتير قوي للفيديو، وتحاولوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، علشان الاب ده ينال جزاءه. واي اب بيعمل كده في عياله، اقف بقى وكفاية وستوب، ارجع لربنا كده وافتكر ان هم اطفالك، وافتكر ان خلي قلبك يرق عليهم شوية. الاطفال تعبت قوي مننا والله، مش عارفة اتكلم اكتر من كده. اعذروني لو كنت انفعلت شوية في الفيديو، بس والله الفيديو وصوت الطفل وصراخه كانت حاجة صعبة قوي. ربنا يرحمه يا رب، يرحمه من ابوه يا رب. واكيد الطفل ده اي مؤسسة هتاخده وهيتربى تربية احسن من كده بكتير. والاب ده اتمنى ان هو يتعاقب في اقرب فرصة. ومع السلامة.